اهلا بحضراتكم من جديد، وكلامنا مستمر عن ذوي الهمم ونجاح المجتمع المصري في افراز نماذج مشرفه جدا من ذوي الهمم بتقدم للعالم. ربما اتكلمنا من شويه عن يعني بطولاتنا اللي حققها منتخبنا المصري في الابطال البارالمبيين في البطوله الافريقيه. النهارده عندنا نموذج في التعليم، وكمان اللي يشرفني ويخليني ابقى مبسوط بيه كمان يا منى ان هو من بنات مصر. بنات مصر محققين النجاح والتفوق في التعليم بشكل يدعو للفخر. علشان كده عايزين نقدم لكم النهارده نموذج متميز جدا، نموذج قدر انه يحقق معادله في الكفاح والتحدي في مسيره التعليم. معانا النهارده نموذج اصبحت فيه اول فتاه مصريه من ذوي البصيره تحصل على او تحصل بطريقه الدمج الكامل على احد الشهادات الدراسيه العالميه، وهي شهاده البكالوريا الدوليه اي بي. نظام البكالوريا الدولية أو الآي بي واحد من أشهر الأنظمة الدراسية على مستوى العالم. النظام ده الدراسة فيه موجودة أو تم تطبيق فيها الدراسة بآليات الدمج الكامل لكل الطلاب جوه فصل واحد. الفصل ده موجود فيه الكل بمناهج واحدة للجميع من غير أدنى تفريق ما بينهم. الحكاية دي بطلتها النهاردة جويرية. جويرية ست البنات، جويرية سليمان اللي منورانا وشرفانا في الاستوديو. صباح الورد والفل عليك يا جويرية. صباح النور. أهلا بيك يا جويرية، منورانا. أهلا بحضرتك. ألف يا مبروك. جويرية، الله يبارك فيك. قولي لي، البداية جت مع البكالوريا إزاي؟ في الحقيقة هو يعني محتاجة بس أقول إن البداية ما كانتش قوي مع البكالوريا. أنا البكالوريا أخدتها في آخر سنتين بس من دراستي اللي هي تانية ثانوي وتالتة ثانوي ما يعادل يعني. ولكن أصعب وأصعب يعني، أنت دمجتي المواد في آخر سنتين. أه بالظبط. أنا في الأول أصلا كنت يعني أنا من وأنا طفلة وأنا بتعلم بنظام الدمج يعني. حتى في الحضانة كنت في حضانة عادية جدا، في المدارس كنت في مدارس عادية جدا، بس أنا كنت بدرس الدبلومة الأمريكية في البداية. وبعد كده قررت ان انا في اخر سنتين ان انا انتقل للبكالوريا الدوليه، بسبب ان البكالوريا الدوليه بتنمي اكتر مهارات الكتابه والتحليل والبحث، ودي حاجات انا بحبها جدا لان انا شغوفه جدا بالكتابه والقرايه والحاجات دي. فكنت حابه اكتر ان انا ادخل في حاجه لازم اكتب فيها كتير واحلل وابحث وادور على المعلومه وفيها سيلف ستادينج، يعني انا اللي ممكن اذاكر لنفسي حاجه. أيوة. مش لازم اعتمد بشكل كلي على مدرسين. عايزين برضه نوضح للمشاهدين الفرق بين البكالوريا الدوليه الاي بي والثانويه البريطانيه الاي جي وكل شهادات المعادله، وازاي ليه اخترتي تحديدا الثانويه السويسريه اللي هي الاي بي؟ ايه مميزاتها عن الحاجات الثانيه؟ هو البكالوريا الدوليه ببساطه بالذات البرنامج اللي انا دخلت وتعلمت فيه يعني بيكون اخر سنتين زي ما قلت، اخر سنتين من ثانويه عامه. بالظبط، بيتضمن 6 مواد. هو موازي لثانويه عامه يا جماعه. موازي بالظبط، لكن سنتين يعني، بدل ثالثه ثانوي بس بتكون ثانيه وثالثه مع بعض. والسنتين دول ليهم امتحان واحد ومجموع واحد في اخر السنه الثانيه. بيكون فيه 6 مواد ميكس ما بين العلمي والادبي، ما فيش شعبه معينه يعني. اخترتي مواد ايه؟ بيولوجي وبزنس وسايكولوجي وعربي وانجلش وماث. عربي كلاسيك بقى. فالمواد دي بتبقى ميكس مع بعض. المهم بيبقى فيه 6 مواد بلس مادة فلسفية بنتكلم فيها عن مصدر المعلومات والآراء المختلفة وإزاي نحلل ونفند المعلومة، ومادة تانية بيبقى مطلوب مننا فيها إن احنا نكتب ورقة بحثية بتتكون من 4000 كلمة. ففي الآخر بناخد امتحان واحد، بنمتحن أكتر من امتحان لكل مادة، وبيطلع لنا مجموع في آخر سنة بيتكون من 45 نقطة، 42 نقطة على 6 مواد كل واحدة من 7، والثلاث نقط الباقيين بيكونوا البونس، بيتجمعوا حسب السكور اللي احنا خدناه في المادة الفلسفية والورقة البحثية. عظيم. طيب احنا امتحنا وخلصنا وخدنا سكور ما شاء الله، الله أكبر. انت قلتي انك كنت الأول في أمريكان دبلوما، بعد كده حولتي اخترتي او كنت ماشي على النظام الامريكي بصفه عامه، وبعد كده ما حولتي. في مخك كان عينك على كليه معينه او عينك على جامعه معينه، او ما دام انت مفكره بقى في الشكل الدولي انت ابتديتي تعملي تقديمات لجامعات معينه بحيث انك تاخدي سكولرشيب او منحه دراسيه انك تقدري تكملي؟ لان انا عارفه ان الاي بي مش من الشهادات السهله، والسكور فيها بيبقى مش من السهل ابدا، ف بيبقى عندك الفرصه انك تدخلي جامعات محترمه ومرموقه. ده حقيقي. في الحقيقه هو انا بصراحه يعني حلمي الكبير قوي اللي انا نفسي يتحقق ان انا عايزه اخش الجامعه الامريكيه. بحلم بده من قبل حتى ما اقرر ان انا اخش الاي بي تقريبا من وانا في ثانيه اعدادي، بسبب ان انا عايزه اميجر في الانجلش ليتريتشر اللي هي الاداب الانجليزي،
وعايزه اعمل ده في جامعه خاصه، فبالتالي بحس ان اكتر جامعه بتدي التخصص ده بشكل يعني علمي وبشكل يعني نقدر نطبق ونتعامل فيه ان هي الجامعه الامريكيه. حلو. وكمان عرضوا عليكي منحه او كده بعد انا قدمت في كذا منحه لكن لسه ما جاليش رد من اي منحه يعني. والفكره كمان ان انا الجامعه الامريكيه بتخليني اقدر ان انا اعمل حاجه انا نفسي اعملها قوي، وهي التخصص الثنائي. انا عايزه اتخصص دبل ميجر وماينر بالظبط، لا دبل ميجر. انا حابه اعمل البيزنس مع الانجليش ليتشر، فده مش هي يعني مش هقدر اعمله غير في الجامعه الامريكيه. صح صح. فبالتالي يعني انا بتمنى جدا ده. نظام الدمج برضو عايزين نفهمه عشان يمكن عدد كبير من مشاهدينا مش فاهمين. نظام الدمج بيكون فكره ان الطالب الكفيف او اي طالب عنده اعاقه عامه بيكون في فصل واحد مع ناس مبصرين او ناس ما عندهمش اي اعاقه. عظيم. الفكره كلها في نظام الدمج، او اللي انا بحس يعني ان هي من فوائد نظام الدمج، ان هي بتخلي الشخص اجتماعيا جاهز انه يتعامل مع كافه انماط البشر. الفكره كلها ان انا لما بعزل طفلي او الطالب ده او بخليه في مكان لوحده مع اشخاص من نفس ذوي الاعاقه اللي هو منهم، لما بيجي يدخل الجامعه مفيش جامعه بتاخد اعاقه معينه، فبيجي يتفاجئ ان هو مضطر يتعامل مع ناس مبصرين، وبيحصل نوع من انواع الرهبه، وبيحصل نوع من انواع الكالتشر شوك نوعا ما، اللي هو طب انا هتعامل ازاي. وانا كمان بعتقد ان الدمج بيخلينا ندرس كل المواد، ما بيشيلش من عننا اي ماده بحجه ان احنا عايزين نخفف عليكم او نسهل عليكم. من وجهه نظري انا الشخص ذوي الاعاقه البصريه مش محتاج اي تخفيف من اي نوع في اي ماده اصلا، مهما كانت علميه، مهما كانت بتعتمد على البصر. احنا ممكن نحولها لمجسمات ونشتغل فيها بكفاءه عاليه جدا. فبالنسبه لي انا ليه ما ادرسش كل المواد ويبقى ليا الحق ان انا اختار التخصص اللي يعجبني، سواء كان هندسه كان ايه، انا يعني حابه ان انا اختار تخصصي من غير اي قيود. الفكره كمان كلها ان لما بنكون في نظام الدمج بنضطر ان احنا نتعلم مهارات كتير جدا يعني هتخلينا نقدر نتنافس في سوق العمل. لما بنكون مع ناس من نفس اعاقتنا ما بنحسش باي تنافس ما بيننا، بنحس ان احنا كلنا شبه بعض. فانا مش مضطره مثلا اتعلم التكنولوجيا، مش مضطره اتعلم اي حاجه الزياده او اي حاجه مبصرين بيعملوها، لان ليه؟ لكن وانا في الدمج انا مضطره اعمل ده عشان انا لازم اجاري المبصرين اللي معايا في نفس الفصل، بالتالي انا اجهز لسوق العمل من اي حد تاني. ان انا اتعودت على التكنولوجيا وغيرها من المهارات الاجتماعيه والبرزنتيشنز وغيرها بقى من وانا صغيره جدا. يعني انت شايفه ان الموضوع شبه التبادل الطلابي، بس احنا هنا بنتبادل المهارات وبنتبادل القدرات الابداعيه. والدمج في حد ذاته اصلا تجربه ملهمه ومفيده جدا للمدرسين وللطلبه وحتى المبصرين نفسهم، يعني مش بس لينا احنا، لا هم كمان بيستفيدوا وبيتعلموا ازاي يتقبلوا الاختلاف ويتعاملوا مع الناس بوعي اكتر وبحكمه اكتر وبهدوء اكتر. حتى المدرسين بيبقى ليهم بيتعلموا او بيمارسوا طرق متباينه اكتر في توصيل المعلومه، مش بس ان احنا نوصلها بشكل بصري، لا احنا كمان هنجسمها. في طلبه حتى مش مكفوفين بيبقوا حابين ان هم يلمسوا الحاجه ويستكشفوها كده بحيث ان هم يفهموها اكتر، فده بيفيدهم برضو ان المدرس يعمل كذا طريقه، ده بيفيدهم هم قبل ما يفيدنا احنا. طب وبناء عليه انت بعد ما وصلت للمرحله دي واخدت الشهاده دي، مجتمعنا المصري احتفى بيك ازاي؟ الدولة المصرية بصراحة. المجتمع المدني انا بكلمك على كل الانماط، انت اول فتاة مصرية من ذوي الهمم تحصل على شهادة البكالوريا بهذا الشكل وبهذا التفوق. كلمينا عن ردود الافعال. لا يعني حقيقي بجد في ناس كتير جدا بدأت يعني تكلمني وتحط لي بوستس على الفيسبوك، ومنها صفحات مشهورة جدا وناس مشهورة جدا، ان يعني ده انجاز كبير. وحقيقي الناس يعني فعلا انا من موقعي هذا انا عايزه اشكرهم جدا، يعني انا ممكن ما كانش جات لي الفرصه ان انا اشكر كل واحد على حده، بس حقيقي كل كلمه انا قريتها فعلا اسعدتني جدا. الناس فعلا بتتعامل معايا بكل حب وبكل تلقائيه، بيدعوا لي فعلا بكل صدق من قلبهم. تفتكري دي ده اكبر تكريم للانسان؟ يعني الناس التانيه فعلا انا حسيت بانجازي اصلا لما بدات الناس تكتب عنه وتنشره، وبدات الناس تخش تتفاعل بكل يعني تلقائيه معايا ويدعوا لي ويفرحوا بيا كاني بنتهم. حقيقي انا حسيت ان انا بنت كل واحد كتب كومنت او قال حاجه، يعني فعلا بدات احس بالانجاز لما ده حصل. جويري انا عايزه اطلع بره موضوع الحلقه وبره السكريبت وبره الكلام. ربنا يحميكي ويحفظك. انا عايزه اعرف انت كانت نشاتك عامله ازاي. انا شايفه ما شاء الله بناء نفسي قوي، ربنا يحفظك ويحميكي. شايفه كلام شخصية. مرتب جدا. شايفه شخصيتك طاغيه جدا على كلامك، منتهى الذوق،
لكن منتهى التحديد وتوصيل المعلومة بشكل مرتب جدا. أنا عايزة أعرف أنت عندك أخوات ولا لأ؟ ابتديتي إزاي؟ مين كان بيعمل معاكي؟ مامتك كانت بتعمل معاكي إيه؟ البناء النفسي الرائع الله أكبر عليكي ده قدامي، ده مش نتاج يوم ولا اتنين ولا نتاج الأي بي أكيد لوحدها. صحيح صحيح. احكي لي من وقت صغيرة خالص. احكي لكم. يلا نرجع من وقت صغيرة خالص. تمام. أولا أجاوب بس على السؤال الأولاني، أنا عندي أخوات، أنا عندي أخ كبير أكبر مني بثلاث سنين، هو حاليا خلاص هيخش رابعه جامعه. بصراحه انا من هنا برضو حابه اشكر اخويا يعني بانك اتكلمتي عليه. فعلا ده اكتر واحد كان محسسني ان هو صديق اكتر منه اخ. كان بيخرجني، كان بيفسحني، كان بيتكلم معايا، بيهديني، كان اكتر واحد واثق ان انا هعملها. هو ده الدعم النفسي الاكبر بجد ليكي. وكان دايما مثلا تعالي انت الامتحان مضايقك، تعالي نخرج نعمل حاجه، حتى لو هنلف كده مش هنعمل اي حاجه، هنلف كده، هيهديني، هيقولي لا انت هتقدري، انت مش تيجي دلوقتي وتقولي لا، انت خلاص قربتي، وبعديها خلاص تمام، انا بحس اللي هو انا كده احسن بكتير. بالنسبة بقى للقصة نفسها، بصي حضرتك، هو انا اصلا خفيفة منذ الولادة، ممكن ده يعني حاجة كده اللي هو الموضوع ده بقاله معايا كتير. فعندي مرض جيني نادر. المهم طبعا كانت لفة على الدكاترة عشان نشخص وكل ده بسبب يعني ان المرض نادر قوي، فكان في نوع ما صعوبة في التشخيص. لكن الحمد لله يعني بعد كده وصلنا لده، ووصلت بعدها لجمعية بصيرة. دي مؤسسة غير هادفة للربح، بتأهل ذوي الإعاقة البصرية. بتعلم في المؤسسة دي كل حاجة، بمعنى كل حاجة. يعني أول حاجة بدأناها مثلا إن إحنا إزاي نقوي كل الحواس بتاعتي التانية، بحيث إن إحنا نعوض عن حاسة البصر اللي أنا ما امتلكهاش. عظيم. بالتالي إزاي أمرن عضلات إيديا وصوابعي بحيث إن يكون في حساسية شديدة جدا، عشان أقدر بعد كده إن أنا أتعلم إزاي أقرأ وأكتب برايل. المهم اتعلمت طريقة برايل، وبعد كده اتعلمتها تقريبا وأنا كنت لسه هبتدي أدخل المدرسة، يعني من بدري قوي. وده فكرة التدخل المبكر برضو، إن ده بيساعد إن النشأة تبقى من الأول أصلاً ماشية في الباترين ده. بعد كده بدأت في قصة التأهيل التكنولوجي، اتعلمت إزاي أستخدم اللابتوب، إزاي أستخدم السمارت فون، إزاي أستخدم أي جهاز فيه قارئات برايل الصغيرة دي اللي بنوصلها باللابتوب ونقرأ بيها. تمام. كل الأجهزة دي اتعلمتها، إزاي أستعمل قارئ الشاشة بحيث أنا أقدر إن أنا أتعامل مع اللابتوب بتاعي، إن أنا أكون سامعاه بدل ما أنا أكون شايفة اللي أنا بعمله، أنا سامعة اللي أنا بعمله. حلو، احنا قلنا الماضي، عايزين نعرف المستقبل. انت عايزه تبقي ايه؟ طموحك تبقي ايه؟ النهارده حققتي انجاز بيضاف للمراه المصريه، بيضاف لذوي الهمم، بيضاف لاي فتاه من فتيات النور والامل. يعني انت بتمثلي مجتمعات مختلفه، طلعت فيها نمبر 1، رقم 1، الله اكبر عليك، ما شاء الله عليك. نيكست بقى، انت عايزه تعملي ايه قدام؟ يعني ايه طموحك بعد دراسه الادب الانجليزي؟ بالظبط كده. طموحي بعد الجامعه يعني هو بصراحه، هو انا اصلا من اكتر الحاجات اللي انا عايز اعملها ان انا عايزه اشتغل بروفيسور في الجامعه. يعني انا بحب جدا التدريس، بحب جدا اشرح، وفي نفس الوقت المجالات اللي انا عايزه يعني ادرسها هي اصلا مجالات انا شغوفه جدا بيها. وبصراحه يعني خليني يعني اقول نقطه، ان يمكن امي هي اكتر حد بيدعمني في بالذات الموضوع ده، لان هي شايفاني ان انا لا انا اقدر اعمل حاجه زي دي. يعني ماما من اكتر الناس اللي عندها اصرار ومثابره وتحدي انا شفتها في الدنيا دي كلها. يعني هي اللي دورت على مؤسسه بصيره، هي اللي اشتغلت معايا. هما ممكن مثلا يشتغلوا معايا، هي تشتغل من الناحيه الثانيه. اجتماعيا هي عودتني، انا اللي حضرتك كنت بتتكلمي عليه، هي عودتني على كده، ان انا اعبر عن نفسي، ما اتكسفش، ما استخباش، لازم اقول اللي انا بفكر فيه ولازم اكون قويه. فبالنسبه لها هي شايفه ان بسبب ان انا بعرف اعبر وبعرف اتكلم وكل ده، هي شايفه ان انا لا انا ممكن ابقى بروفيسور. لو لا انا حابه ان انا اشتغل في الكتابه، سواء يعني كفريلانسر او بشكل يعني ادبي بحت، بس انا عامه بحب اكتب جدا وعايزه اعمل ده. انا بعتقد يعني منى هي تنجح جدا، هي تفكيرها منطقي ومرتب وسلس، وعندها قدره على الشرح. يعني انا قاعد قدامها بسمع، مش متخيل ان دي في ثانويه عامه بتكلمني. جيبي لي اي طالب في ثانويه عامه بيكلمك، هل هيبقى بالطلاقه دي؟ انا عايز رايك. انا سعيده وفخوره والله. وفرحانه بيكي،
ربنا يحميكي ويحفظك يا جويرية. أنا سعيدة جدا أنك نورتينا النهاردة، وسعيدة بالإنجاز اللي أنت عملتيه. دايما النجاح بيبقى له ألف أب زي ما بيتقال، لكن حقيقي لازم تفخري بنجاحك وبقوتك وبثباتك وبصبرك أنك قدرتي توصلي لحاجة. والله الآي بي صعبة جدا، فبجد يعني أنا فرحانة بيكي وفخورة بيكي يا جويرية، نورتيني وأنا مبسوطة أنك كنتي معنا النهاردة. أنا أنا بشوف يا جواري إن طاقة الأمل أو طاقة الإيجابية أنا بحس بيها جدا، أنت اديتينا طاقة إيجابية كبيرة جدا في الاستوديو النهاردة. أنا بتكلم عن طالبة مفروض إن هي في ثانوية عامة بتتكلم بشكل منطقي جدا، هي فاجئتنا فعلا، يعني هي فاجئتنا بسلاسة فكرها وترتيب أفكارها. واضح إن هي يعني القصة مش التعليم، مش قصة تعليم أجنبي أو تعليم، لا النشأة، النشأة ده حقيقي، والأهل ده حقيقي جداً. لا لازم أقول ده جدا، والأهل فضل يقول الأسرة، الأسرة عامل كبير جدا حقيقي. يعني بابايا ومامتي، أنا بابايا ده برضو لازم أوجه له كلمة، من أكتر الأشخاص اللي بيؤمنوا بيا وبيحاربوا معايا في أي سكة، في رفض من أي جهة هو يجي ويتكلم ويتناقش ويعمل أي حاجة عشان تضمن لي إن أنا أعمل ده. هو مصدر الثبات ده، مصدر القوة. الأب والأم والإخوات تعليمهم إيه ووصلوا لفين؟ كلهم معاهم، ماما معاها بكالوريوس فنون تطبيقية، بابا معاه ليسانس، بابا خريج يعني كلية الشرطة، أخويا آداب تخصصية إنجلش، ترجمة تخصصية إنجلش، أنا مامتي كانت أي جي وهي صغيره في الثانويه بتاعتها، وكان الاي جي لسه حاجه جديده جدا في مصر، وده يمكن من الاسباب اللي هي قررت اللي هو انا هشجعك على ده، لان انا عارفه يعني مماثل لي نوعا ما، يعني شبهه في نظام التعليم. صحيح. قلت لا انت هتقدري، انت هيك دايما تقولي كده، تقولي انت احلى واذكى مني بمراحل، انت هتعرفي. ربنا يحميك ويحفظك. جويرية سليمان اول طالبه من ذوي البصيره تحصل على شهاده البكالوريا الدوليه بنظام الدمج الاي بي. احنا سعداء نورتينا وشرفتينا، احنا سعداء جدا بيكي في صباح الخير يا مصر. ربنا يحميك يا رب، ربنا يحميك يا رب، نورتينا جويرية، اهلا وسهلا بيكي.